بعد خبر الفنون خلال كتيب الاحتفال بعيد الشرطة. الرئيس منصور يقول انه لا دور في المستقبل لكل من ثار عليه المصريون. استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 2 آخرين في هجوم غادر على كمين أمني شمال بني سويف. الإبراهيمي يلتقي اليوم وفدي الحكومة والمعارضة السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف 2 وسط انقسام واضح بين طرفي النزاع. الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، مواد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. والبداية مع الشأن المحلي. ألقى الرئيس عدلي منصور كلمتين في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير وعيد الشرطة والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة. وأكد منصور أن المصريين كتبوا صفحة جديدة في تاريخهم المعاصر من خلال ثورة 25 من يناير التي فرضت نفسها وآمالها على أرض الواقع. وسط حضور رسمي وشعبي كبير عقدت مراسم الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة. رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أكد في كلمته بالمناسبة على أن كل من استنزف مقدرات الشعب لمصالحه الخاصة وثار عليه المصريون لن يكون له أي دور في المستقبل، مشددا على أن الاحتفال بالخامس والعشرين من يناير يزداد أهمية لدى المصريين، لا سيما وأنه يتعلق بمناسبتين أثرتا إيجابيا في تاريخ مصر الحديث. على التوازي مع احتفالنا بعيد ثورة 25 من يناير المجيدة التي جاءت لتزيد من رصيد هذا اليوم في تاريخنا، نحتفل اليوم بعيد آخر من أعياد مصر، بيوم مجيد من أيامها نحتفي فيه معا برجال من أبنائها الأوفياء، نؤكد تقديرنا لعطائهم من أجل الوطن. منصور أكد كذلك على أن الدولة ستهزم قوى الإرهاب، مكررة في ذلك نفس الانتصارات التي حققتها في تسعينيات القرن الماضي. وأؤكد لكم أنه كما انتصرنا في تسعينيات القرن الماضي على قوى الإرهاب، فإننا سنكرر انتصارا حاسما ونجاحا أكيدا في معركتنا الدائرة ضده بإذن من الله تعالى. وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من جهته أكد أن 25 من يناير جاء ليؤكد تلاحم الشرطة والشعب. نحتفل اليوم بعيد تلاحمنا واسترداد مصريتنا وهويتنا الوطنية، نحتفل بالشرطة المصرية وبرجالها الأوفياء الذين انحازوا إلى الشعب وتاريخهم الوطني، ليضيفوا إلى دورهم وتاريخهم ما يتناسب معه من صدق الوطنية وعمق الانتماء وعقيدة الفداء. كان رئيس الجمهورية قد سلم أقارب 25 من شهداء الشرطة العديد من الأوسمة تقديرا لتضحياتهم بأرواحهم تلبية لنداء الوطن، كما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وللتحليل والمتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور يسري العزباوي المحلل السياسي والخبير بمركز الأهرام. يعني دكتور يسري، بعد الترحيب بك، تابعنا جميعا كلمة الرئيس عدلي منصور اليوم، كيف قرأت أنت وأنت المحلل السياسي هذه الكلمة وما استوقفك فيها في هذا الوضع الذي يمر به الوطن؟ في الواقع الرئيس توجه عدة رسائل من خلال خطابه اليوم. الرسالة الأولى بأن العجلة لن تعود إلى الوراء مطلقا، وأن 25 يناير هي ثورة بكل المعاني والمقاييس كملتها ثورة 30 يونيو. هذا من جانب. من جانب آخر، شدد فخامة الرئيس على دور الأمن والشرطة في الحفاظ على الأمن الوطني
والأمن القومي المصري بشكل كامل من خلال دعم وناشد ضرورة دعم رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تحاول النيل من الأمن القومي المصري. الأمر الثالث هو تأكيد سيادة الرئيس أن الدولة البوليسية لن تعود مرة أخرى لأنها ولت بلا رجعة بشكل أكيد. الأمر الآخر هو مناشدة الرئيس يعني وإشادة الرئيس بدور جهاز الشرطة بشكل مباشر بتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأن هذا الدور مطلوب خلال المرحلة القادمة في ظل محاولة الإرهاب والتطرف بشكل كبير. أيضا ربط الرئيس بشكل مباشر ما بين 25 يناير وأعياد الشرطة وأن كلا الموقفين أو كلا المناسبتين هم أعياد للمصريين وتضيف الواحدة للأخرى وليس هناك انتقاصا بشكل كبير. الأمر الأهم بأن يعني أكد الرئيس على كسر جدار الخوف لدى المصريين من خلال ثورة 25 يناير ولابد وأن هناك رفض كامل لدولة الاستبداد. نعم وهذا سؤالي لك يعني دكتور يسري. الشباب ونحن يفصلنا حوالي يومين عن الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يعني ما هي الرسالة التي قرأتها للشباب موجهة من الرئيس عدلي منصور لطمأنتهم في الفترة القادمة وأيضا أنه لا عودة للنظام السابق أو الأسبق كما يريد أن يروج البعض؟ في الحقيقة الرئيس يعني تحدث على ان الشباب هم عمود الثورة وكانوا في طليعة الثورة ورمز قوتها وبناء عليه صب كل الحديث الذي اكدته منذ دقائق اللي هو فكرة لن تكون هناك عودة للوراء مطلقا ولن يكون هناك عنف او تكون هناك يعني اي استبداد لتطبيق دولة القانون والجميع سوف يكون امام القانون سواسية. الامر الاخر بان الشباب بشكل مباشر لديهم عدة رسائل وان دعائم الدولة الحديثة منصب على دور الشباب وعلى الشباب في ذات الوقت خاصة بأن النظام القديم استغل وأساء استغلال السلطة ومن ثم ركل بالشباب وهذا لن يحدث ثانية خاصة وأن الرئيس بالفعل قام باستقبال الشباب بالأمس ورموز القوى الشبابية الدولية وهذا يؤكد بأنه لا رجعة أو لا عودة للنظام القديم سواء كان الإخوان أو رموز الحزب الوطني الصغير. نعم الدكتور يسري العزباوي المحلل السياسي والخبير بمركز الأهرام شكرا جزيلا على هذه القراءة. وعقب الكلمة اجتمع الرئيس عدلي منصور اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس مع المجلس الأعلى للشرطة بحضور وزير الداخلية محمد إبراهيم. كان الرئيس منصور قد أصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام الجمهورية لأسماء 256 شهيدا من شهداء الشرطة من مختلف الرتب الشرطية وذلك عرفانا بدورهم في الزود عن الوطن بعد أن بدلوا حياتهم لتحقيق الاستقرار وإقرار النظام وحفظ أمن الوطن والمواطنين. شارك الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية اليوم للاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة. ومن المقرر أن تقيم القوات المسلحة مساء اليوم احتفالا بمسرح الجلاء للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بحضور الرئيس عدلي منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وكذلك عدد من رجال الدولة والمثقفين والكتاب. أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف كمينا لقوات الشرطة بمحافظة بني سويف وأسفر عن مقتل 5 من رجال الأمن وإصابة 2 آخرين. من جانبه أعلن مدير أمن بني سويف اللواء إبراهيم هديب أن قوات الشرطة نشرت دوريات راكبة وكمائن متحركة تجوب دائرة مركز الوسطى لتنشيط المناطق المحيطة بموقع الحادث لسرعة القبض على الجناة في الحادث الإرهابي. هجوم الغادر شنه إرهابيون على كمين أمني بمحافظة بني سويف بصعيد مصر تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الشرطة ما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 2 آخرين.
وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين هاجموا كمين صفت الشرقية الأمني بمركز الوسطى شمال بن سويف على دراجتين ناريتين وتمكنوا من الفرار، فيما قامت قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة بالكمين بحثا عن الجناح، كما تم نشر تعزيزات أمنية بنطاق بن سويف وإغلاق مداخل ومخارج المحافظة. مجلس الوزراء أدان هذا الحادث الإرهابي الآثم، وأكد أن مثل تلك الجرائم لن تثني الحكومة عن عزمها الأكيد في أن تتصدى بكل قوة وحسم للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت التضحيات. وتصاعدت في الآونات الأخيرة الهجمات الإرهابية بسيارات مفخخة على قوات الأمن والجيش منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يونيو الماضي عقد ثورة شعبية، حيث أدت هذه الهجمات إلى استشهاد العشرات من رجال الشرطة وجميع القوات المسلحة. وقد أعلنت الحكومة المصرية حربا شعواء على الإرهاب، وصنفت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في 25 ديسمبر الماضي، وتعهدت بتطهير مصر من الإرهاب بكل صوره وأشكاله. إبراهيم سعودي، النيل. وصف السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات الدولية التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى 23 يناير بأنه غير متوازن وغير دقيق، ويعكس استخفاف المنظمة بإرادة وطموح الشعب المصري. وأوضح بدر أن التقرير تضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر بما يجافي الواقع، مضيفا أن الحكومة المصرية لا تلتفت إلى أي محاولات لتشويه الحقائق.